طيب شايف ازاي بقى بداية نادي الزمالك في اول المباريات في الموسم المحلي بالنسبة لنادي الزمالك امام بيراميدز؟ مباراة صعبة جدا جدا جدا. يعني ما كنتش اتمنى طبعا، انا بصراحه بقول لك على ما كنتش اتمنى ان انا اقابل بيراميدز في اول مباراه، لان بيراميدز السنه دي دعموا بشكل كويس، عملوا فرقه كويسه جدا، وانت زي ما انت شايف بتمر بظروف يعني ثقافيه، ما يعني مشاكل كانت بشكل كبير الفرقه بتمر بيها الفتره اللي فاتت، خارج من سيزون يعني زي ما بقول لك سيزون بالنسبه لنا احنا كزمالكاويه سيزون كارثي. كنت اتمنى ان المباراه او بدايه الدوري بالنسبه لك تبقى بدايه سهله شويه، لان يعني بدايات مهمه والبدايات اللي بتبقى فيها مكسب طبعا بتطمن، وزي ما بقول لك المكسب بيجيب مكسب، انما ان شاء الله ممكن مع بدايه بيراميدز ان شاء الله، ونتوقع باذن الله انها تبقى مباراه كبيره لينا باذن الله، وان شاء الله نقدر نعمل نتيجه ايجابيه ونقدر نكسب كمان، ده بيتهيألي هيدينا دافع كبير جدا ان انت بتكسب فرقه ما عندهاش مشاكل لا ماديا ولا اداريا ولا فنيا. صحيح. فدي ان شاء الله لعيبه الزمالك وان شاء الله الجهاز الفني قادرين ان هم يعدوا الخطوه دي باذن الله. طب لو نفسيا كده يا كابتن محمد، هتأهل اللعيبه نفسيا لمباراه بيراميدز دي وانت راجع من تنزانيا كده في اول تدريب بكره، ايه اللي هتقوله؟ وضع طبيعي، الفرق الكبيره بتخسر بس الكبيره على طول بيقدر يلم نفسه بشكل كويس. وبعدين عايز اقول لك حاجه يا ابو حميد، انت الزمالك بالظبط. يعني الناس اللعيبه لازم تفهم الكلام ده، الكلام ده احنا بنقوله للاعيبتنا تحت، انت في نادي الزمالك كام واحد بيلعب في نادي الزمالك؟ مصر فيها 120 مليون، كام واحد من 120 مليون بيلعب في نادي الزمالك؟ فاتمنى اللعيبه فعلا تقدر حجم التيشيرت اللي احنا اللي بيرتدوه، حجم الجماهير اللي في ظهرهم، حجم كيان النادي، الكلام ده بفلوس زي ما بنقول، انما ان شاء الله اللعيبه تبقى على قدر المسؤوليه ان شاء الله، قادرين ان هم يعني قادرين ان هم يكملوا السنه دي ان شاء الله، وده اللي نتمناه لهم باذن الله.